أكدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني أن مصر عملت في كوب 27 بشرم الشيخ على إصدار قرار بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي يعتبر أحد أهم القرارات الصادرة عن مؤتمرات المناخ. جاء ذلك خلال مشاركتها في الحوار الوزاري رفيع المستوى لإطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة خلال مشاركتها في فعاليات كوب 28 بدبي، حيث اقترحت نيفين الكيلاني مساهمة صندوق الخسائر والأضرار في عمل محتوى ثقافي فني مباشر لخدمة البيئة يتم نشرها على مستوى العالم وترويجه باللغات المختلفة.